عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بينا. جبل طارق معبر الفاتحين المسلمين، وهو أول بقعة تراها من الشاطئ الأفريقي، ومنه عبر طارق بن زياد رحمه الله بجيشه من سبتة في شهر رجب سنة 92 من الهجرة، فسمي الجبل باسمه. مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في إطلالة من إطلالات المسلمين هنا، وحكاية أخرى من حكايات أهل الأندلس. جبل طارق يمكن أن نستفيد منه دروسا كثيرة، لكن دعونا نقتصر على ثلاثة دروس من شخصية هذا الرجل الذي نسب إليه هذا الجبل. الدرس الأول المستفاد من هذا الجبل جبل طارق أن هذه الدنيا إما أن تزيد فيها وإما أن تكون زائدا فيها. طارق بن زياد لما استطاع أن يمر من هذا المكان وأن يعبر المغرب إلى بلاد الأندلس وأن يغير التسمية التي كانت الناس تطلقها على هذا الجبل من جبل إلبي إلى جبل طارق، استطاع طارق بن زياد بعد ذلك أن يغير هذه التسمية إلى جبل طارق، وبقي الناس إلى يومنا هذا مع المحاولات الكثيرة من المسلمين وغير المسلمين إلى تغيير الاسم إلا أنهم لم يستطيعوا. هذه الهمة العالية تحتاج منا جميعا أن نحذو حذو طارق بن زياد فيها. طارق بن زياد لما خرج مع موسى بن نصير بجيوشهم المشهورة ودخلوا الأندلس وفتحوها، وصلوا هناك إلى أقصى الشمال عند خليج بسكاي، وكان موسى بن نصير يكره من طارق توغله في بلاد الأندلس، فلما أدركه في طليطلة ثم سار شمالا إلى خليج البسكاي أدخل طارق بن زياد فرسه في البحر، وكان قد أقسم أن يصل إلى نهاية بلاد الأندلس، ووصل فعلا إلى نهاية بلاد الأندلس. همة عالية ينبغي أن نحذو حذوها جميعا. جبل عظيم شامخ يقف بكل عظمة وكبرياء، يردد لنا الأنشودة الخالدة، أنشودة العز والشرف والمجد، تحكي قصة رجل ما أنصفناه وفارس نسيناه. لما ركنا سيارتنا جانبا وقفت أنظر إلى جبل طارق، وقد فصل البحر بيني وبينه ببعض كيلومترات بعد الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا اليوم، فأحسست علم الله بقشعريرة في جسمي قف منها شعر بدني، ولا أدري هل قف رهبة أم إجلالا أم كليهما. لم أرتب لذلك الموقف حلقة، لكن طلبت من مدير العمل الأستاذ عبد الله النوري أن نقف هنا لنسترجع تاريخ رجل ما رعينا سيرته حق رعايتها. وقفت لأشهد تدافع العبرات مع العبارات، وقفت لأتحدث حديث أرواح لا حديث أشباح، وقفت لأبث أشجاني وأنشر أحزاني. قلت لهم ضعوا كاميراتكم اتركوني وحيدا فريدا، أريد أن أستدعي ذكرى طارق، عزمته، سيرته، همته، لأعرف منه ما جرى وأخبره بما يجري. الله يعلم أنني كمد لا أستطيع بث ما أجد. من أعظم الدروس المستفادة من سيرة طارق بن زياد رحمه الله تعالى أن هذه الشخصية تمثل لنا معنى أن يكون الدين الإسلامي وشخصية الإنسان واعتزازه بدينه أعظم من كل شيء. فإن الله عز وجل لما بعث رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه
ليذهب عن الناس عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، فالناس من آدم وآدم من تراب. طارق بن زياد كان مولاً من موالي البربر، وبالمناسبة بعض الناس لما نقول له البربر يظن أنهم سود الوجوه أو على هيئة تشبه هيئة الأفارقة. البربر يختلفون تماماً، فهم من أشبه بالجنس الأوروبي، عيونهم زرقاء وشعرهم أشقر. طارق بن زياد لما دخل في الإسلام وهو مولاً من موالي البربر دخله ليطرد كل شيء سوى الإسلام، وهذا مثله وفي زمانه الذي صنعه قتيبة بن مسلم الباهلي. فإن قتيبة بن مسلم الباهلي كان ينتسب إلى قبيلة قد يزدريها بعض العرب، العرب كعادتهم إلا من رحم الله كانوا يزدرون الناس ولا ينظرون إلى قبائلهم ولا إلى أحسابهم ولا إلى أنسابهم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اثنتان في الناس هما كفر، الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب، وقال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فقتيبة بن مسلم الباهلي كان من قبيلة قد يزدريها بعض العرب، كما يقول الشاعر: إذا قيل للكلب يا باهلي أوى الكلب من لؤم ذاك النسب. ولهم في ذلك حكايات ونوادر يتندرون بها في هذه القبيلة. لكن خرج من هذه القبيلة رجال كثر، من أشهرهم رجلان، أحدهما يقال له سليمان بن ربيعة الباهلي، هذا الذي قاد جيوش المسلمين حتى فتحوا بلاد المشرق جهة آسيا الوسطى. والنبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود يقول: اتركوا الترك ما تركوكم، في زيادة ضعيفة: واتركوا الحبشة ما تركوكم. قيل الترك لبرودة بلادهم والحبشة لحرارة بلادهم. المهم، عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي كان قد توغل في بلاد الترك وقاد جيوش المسلمين حتى قتل هناك. يحكي ابن جرير الطبري رحمه الله أنهم كانوا يستسقون بقبره. والثاني هو قتيبة بن مسلم الباهلي الذي كان قد خرج حتى فتح بلاد داغستان التي كانت تسمى قديما بلنجر، فقال أحد شعرائهم: وإن لنا قبرين، قبرا بلنجر وقبرا بصينستان، يا له من قبري، فهذا الذي بالصين عمت فتوحه وهذا الذي يستسقى به من القطر. وقفت أنظر إلى الجبل وصرت أنادي طارقا نداء حب وإكبار، والمشاعر ما بين إعلان وإسرار: يا طارق بن زياد أيها البطل في كل جبل وسهل وواد، حدثني عن خبرك فإني له بالأشواق، وهذه الساعة ساعة وصل وتلاق. ألم تر أن الأرض بعدك أظلمت وأن نجوم الليل بعدك لا تسري؟ قال ولسانه يتعثر والدمع من عينه يتحدر: بررتكم وعققتموني، نصرتكم وخذلتموني، ذكرتكم ونسيتموني، أهذا جزاء شاب جعل الجهاد أسمى غاياته وهجر نوادي أصحابه ولداته؟ ألست من توغل في أرض الأندلس فاتحا وعلى فرسي في أرض العدو غاديا ورائحا؟ أين أنتم مما صنعته للإسلام في معركة وادي برباط، يوم أن عجزوا عن الهروب كعجز شائك الإبرة في سم الخياط؟ أنسيتم توغل فرسي في خليج بسكاي وإبراري قسما عاهدت به مولاي؟ ألم أكسر بجيشي جيش لذريق حين أرادوا الفرار فضلوا الطريق؟ ألم نقطع بخيولنا جبال برنات ورفعنا فيها أذان الصلوات؟ لم يعرفوا العلم إلا من مدارسنا ولا الفروسية إلا من مجارينا، أعلى الممالك داستها جحافلنا وسرحت خيلنا فيها سراحينا. تلك الجياد بأبطال الوغى قطعت جبال برنات وانقضت شواهينا. علموا أولادكم أخبارنا
وعرفوهم أمجادنا، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ومن ضل استهوته الدنيا وعللها. فقلت يا طاء، فصاح بي صوت جهوري: حسبك حسبك، فقد قدم العسكري. فأفقت من أحلامي ونظرت قدامي، وإذا بمخرج البرنامج يقول: قد انتهينا فلنكمل المسير، وهؤلاء القوم منعونا من التصوير. الأشياء المتعلقة بسيرة طارق بن زياد ما يتعلق بنهاية هذا الرجل. غريب جدا أمر ولاة هذه الدنيا. هذا الرجل مع ما بذله في الإسلام من فتوحات عظيمة، واستطاع أن يتوغل في بلاد الأندلس، وأن يفتح كثيرا من المدن التي عجز كثير من سادات العرب أهل الحسب والنسب أن يصنعوا صنيعه، واستطاع أن يصل مع أستاذه موسى بن نصير هناك إلى أقصى الشمال، وهو ينتظر أن يفتح هذه البلاد ويفتح قلوب الناس ويدخلهم في الدين الإسلامي. هذه الهمة العالية في ريعان شبابه كان محتاجاً إلى مكافأة. أظن أنه كان محتاجاً أيضاً إلى أن يكف الناس عنه شره، لكنه لم يجد المكافأة ولم يجد كف الشر. استطاع بعض الوشاه وبعض الحساد أن يغروا صدر الخليفة الوليد بن عبد الملك، وأن يزهدوه في هذه الفتوحات العظيمة التي قام بها موسى بن نصير وطارق بن زياد. فطلبوا من الوليد بن عبد الملك أن يستدعي موسى بن نصير وطارق بن زياد، وفعلا تم استدعاؤهم، فرجعوا جميعا. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. طارق بن زياد رجع من أقصى الأندلس، من أقصى الشمال، رجع إلى الشام عند الخليفة الوليد بن عبد الملك. هذا الرجل الذي دونت سيرته عبر هذه المدة العظيمة من تاريخه العطر، لا ندري نحن الآن ما نهايته. أين عاش طارق بن زياد بعد رجوعه إلى دمشق بأمر من الخليفة الوليد بن عبد الملك الذي لم يدرك، بل أدرك خليفته سليمان بن عبد الملك؟ كم من العمر عاش طارق بن زياد بعد أن رجع إلى دمشق؟ من زوجته؟ من أولاده؟ من عشيرته؟ أين مات طارق بن زياد؟ أين دفن طارق بن زياد؟ لا ندري، نسينا كل شيء متعلق بطارق بن زياد، لا يذكرنا به إلا هذا الجبل. سيبقى هذا الجبل شاهدا على طارق بن زياد، يحكي لنا سيرة بطل من أبطال المسلمين، أبى إلا أن يسطر اسمه على هذا الجبل. شباب ذللوا سبل المعالي، وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتاً، يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإخبات إلا خاشعين. استودعكم الله. كيف ينساها الولوع؟
كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين.